بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بك شباب. معاك محمد سلامه. هنكمل السي سي ان ام 301. احنا في اللاب الثاني من النات صوب عنوان الدايناميك نات. الدايناميك نات احنا قلنا هناخد مجموعه من الاي بيز، تمام، نقدر نخرجها لهوست او لنتورك زي ما احنا عايزين. يبقى اول حاجه انا هحدد مين الانسايد ومين الاوتسايد زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. بعد كده هروح للاي اس بي اقول له انا عايز بول من البابليك اي بيز، هتشتري مثلا 10 اي بي هيديهم لك في رينج ورا بعض. يعني لو احنا شغالين مثلا ب 20 دوت 20 دوت 20 دوت 20 هيديك من 20 لحد 30. يبقى انت كده خدت 10 اي بيهات، هتاخد 20 21 22 23 وهكذا لحد الاي بي 30، تمام. وبتاخد البول ديت تحطها على الراوتر. بس الدايناميك بيحتاج الليسته اللي انت هتسمح لها. يعني انا دلوقتي هسمح للنتورك ديت، بروح احطها في اكسس كنترول ليست، اقول له بيرميت النتورك ديت في ليسته مثلا رقمها واحد، تمام. بعد كده اجي في النات اقول له الليست رقم واحد ديت ادهاني للبول ديت. او ممكن تعملها على هوست لو انت هتخليها ماب لجهاز واحد بس، يعني ممكن ال 10 اي بيهات دول يودوني للجهاز ده بس، او ال 10 اي بيهات دول يشغلوا لي الشبكه الداخليه بتاعتي، اي حد جاي من النتورك ديت يقدر يطلع يتكلم بيهم، تمام. تعال نشوف الكلام ده شباب بنقدر نعمله ازاي بشكل عملي. خلينا نقول له كونف تي. اول حاجه نخش على الانترفيس ونقول له برافو عليك اي بي نت انسايد. هحدد الانسايد انترفيس والاوتسايد انترفيس. الانترفيس جيجا 0 على 0 على 1 اي بي نت اوتسايد، تمام. بعد كده انت بتخش على الديلر او الديلر بورت بتاعتك، بيديك الاي بي ادرس اللي جاي لك من السيرفيس بروفايدر، وانت بتاخد الاي بي هات تحطها على الراوتر بتاعك، تمام. فاحنا تخيلا لان احنا في اللاب هنا مش هنقدر نحط 10 اي بي هات على نفس الانترفيس، فاحنا بنعملها بس تخيلا كده شباب، تمام. تاني حاجه هقول له بقى انا عايز اسمح لمين. اكسس ليست 1 بيرميت ل 192.168.1.0 على وايلد كارد ماسك. فاكر احنا واخدين اصلا، انا اسف، 3 اصفار 254 زيادة، تمام. لو عملت اكسس ليست بتبرميت النتورك ديت، لان هي دي النتورك اللي انا عايز اشتغل معاها، اشتغل مع النت بيها. بعد كده اقول له اي بي نت، انا كده بقى هكونفيجر الدايناميك يا شباب. بول وتدي له اسم البول دي يا شباب، النيم بتاعها مثلا اي تي، يبقى دي البول بتاعت الاي تي او سيرفر 1 او وات ايفر. بعد كده هيقول لك حط لي الستارت اي بي ادرس. الستارت اي بي ادرس اللي انا هبتدي بيه 2020. بعد كده اقول لك حط لي الاند اي بي ادرس دوت 30. يبقى انا كده حطيت 10 اي بي هات، تمام. بعد كده هتدي له امر النت ماسك، وتحط النت ماسك بتاع الشبكه ديت. هو طبعا مش هيبقى جاي 3255.0 ابدا من السيرفيس بروفايدر، هيبقى جاي مثلا على حسب يعني السبنيتنج اللي هم عاملينه سلاش 28 سلاش 32 على حسب الاي بيهات كمان اللي انت واخدها وما الى ذلك، تمام يا شباب. يبقى انا كده كريت بول اسمها اي تي، حطيت ال 10 اي بيهات اللي انا عايزهم، الستارت اي بي والاند اي دي اي بي، يبقى هو من 20 ل 30. والاي بيهات دي بالفعل عندي محطوطه على الراوتر. وعملت اكسس ليست للشبكه اللي انا هستخدمها في الدايناميك نت دوت. طيب انتر. بعد كده بقى هقول له اي بي نت، انا عايز بقى افعل الاي بي نت، تمام. سورس انسايد الاول سورس، هيبقى بقى ليست، تمام. الليست اللي حضرتك عاملها السورس ده روح هاته من ليست واحد، يعني النتورك دي الليست اللي احنا عاملينها بالبيراميت النتورك دي. لو انت حاططها على مستوى هوست الليست ديت يبقى انت بتكلم هوست بس. طب اروح اقول له الليست 1، بعد كده هيقول لك مين البول بتاعتك. البول اسمها اي تي
بس كده شباب، اند اوف ستوري. انتر كنترول زد دبليو ار، وعايز اقول له شو اي بي نت مثلا ترانزليشن بقى عشان نعرف احنا عندنا كام نت. طبعا هو شايف النت القديمة اللي احنا عاملينها، ما شافش البول. ادي الانسايد سورس، اكسس ليست 1 بول اي تي، تمام. وادي البول اي تي نتورك ماسك بتاعها، وادي الستارت اي بي، وادي الاند اي بي. كده شباب ادي الكونفيجريشن بتاع الاستاتيك نت معمول تمام. معذره يا شباب. طيب كده انت الكونفيجريشن بتاعك معمول تمام ماشي، بس في مشكله شباب ان اللاب مش واقعي. ليه مش واقعي؟ لان انت اصلا مش حاطط البول ديت على الراوتر بتاعك، تمام. فالكلام ده بقى تقدر تعمله في الريل لايف. اتمنى ان الفيديو يكون بتاع الديناميك وصل لك، او الفكره تكون وصلت لك، وهو ده الهدف اصلا من الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.